من برنامجنا الصباحي كوفي بريك انطلقت معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي أنا صامية حداد، وعبر نص ساعة من الوقت تقريبا بتشارك أنا وياكم 4 فقرات من هوب سيلبرتيز جنرال نوليدج اراوند ذا وورلد. أكيد مشاهدينا مثل العادة ومثل ما تعودتوا حلقتنا ما بتبلش غير ما نكون عم ناخد بوست معين، وهالبوست ما بناخدها غير من قول. قولنا اليوم يلي اخترت لكم اياه للاب انطونيوس تراباي، الاب انطونيوس يلي بيقلنا الثقه بالله اذكى امل والتوكل عليه اوفى واقوى عمل. فمشاهدينا بدعيكم لتكونوا عم تسمعوا لانطونيوس تراباي وتكونوا ذكيه ووفيه وتكونوا بتقوموا باقوى عمل. ومن بعد هالبوست والانرجي صار فينا نبلش حلقتنا مع اولى فقراتنا اللي هي فقره هو. ده أمل من شخصية معينة، إن كانت ولدت بهالطريقة أو صار معها حدث معين وتخطت شو صار معها لنحنا ناخد منها أمل. اليوم أملنا من صوفيا جيراو، صوفيا جيراو اللي هي أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون وبتضم شركة فيكتوريا سيكريت لها. صوفيا اللي هي قادمة من بورتوريكو هي أول امرأة مصابة بمتلازمة داون بتشارك بعرض للعلامة التجارية الرائدة بمجال الملابس النسائية المعروفة اللي هي فيكتوريا سيكريت. انضمت صوفيا وهي 24 من العمر ل17 امرأة تانيين بهذا العرض الكولكشن اللي اسمه لوف كلاود كولكشن. هيدي الكولكشن الخاصة بالعلامة التجارية ليوم عيد الحب. بتعبر صوفيا عن فرحها وبتكتب على مواقع التواصل الخاصة لها وخاصة على الانستغرام، وبتقول ما حلمت به ذات يوم أصبح حقيقة، أخيرا فينا أخبركم بسر كبير، أنا أول عارضة مصابة بمتلازمة داون بتشتغل مع فيكتوريا سيكريت. بتشكر أكيد الكل لأنه دعموا مشاريعها على طول، بتشكر شركة فيكتوريا سيكريت أنه شافت شو في بداخلها وكونها جزء من هيدي المجموعة، بتقول هيدي مجرد البداية. لمحة عن حياتها لهيدي الصبية اللي هي بتعمل صوفيا بمجال عرض الأزياء من سنة 2019 عندها متجر لها على الإنترنت مسمى بي ألافات. بشباط 2020 أصبحت واحدة من العارضات الأقليات المصابات بمتلازمة داون اللي باتي بيشاركوا بأسبوع الموضة بنيويورك. بتأكد هذه الفتاة الطموحة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هدفها هو تكون عم بتشجع الآخرين أنه يحققوا أحلامهم. إذا بتكتب على موقعها على الإنترنت وبتقول أقول دائما لا حدود للطموحات لتحفيز الناس على تجاوز القيود التي يفرضونها على أنفسهم. تعد هذه الحملة الجديدة لا فيكتوريا سيكريت الأولى من نوعها منذ أن أصبح راول مارتينيز هو مدير الإبداعي، حيث هو حرص على التنوع بالأشكال وأعراق الناس. فأكيد بدنا نشكر راول مارتينيز لأنه عم هيك يتقبل كل العالم وعم ياخد كل التنوع بالأشكال وبأعراق الناس. وبعد هذا الأمل اللي أخذناه من هذه الصبية صار فينا ننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي سيلبرتيز. بفقرة سيلبرتيز اليوم أخبارنا حلوة وعنا خبرية عن شخصيتين. أول خبر عنا هو خبر مفرح للبنان، عنا فوز منتخب لبنان بكرة السلة باللقب العربي بالمرة الأولى بتاريخ لبنان، فنحن بدنا نقول مبروك للبنان ولكل اللبنانيين على هيدا الفوز. كمان بدنا نخبركم عن شخصيتين مهمين، منبلش بأول شخصية اللي هو زكي نصيف. زكي نصيف ولد سنة 1916 وتوفي سنة 2004 عن عمر 87 سنة. زكي نصيف هو مغني ملحن لبناني من لبنان وبالأخص من منطقة مشغرة. زكي هو واحد من الرعيل الأول من الملحنين اللبنانيين اللي هن واكبوا نهوض إذاعة لبنان اللي هي ما زالت أعماله مؤثرة بالموسيقى الشعبية اللبنانية. قدم أكثر من 500 أغنية لحن وغناها بصوته أو كمان بأصوات عدد كبير من المطربين. من صغره شارك بالشعر بالموسيقى الشعبية مثل الزجل، العتابة، أبو الزلف والميزانة. ألف أنا زاك ما يسمى بعصبة الخمسة
ليه عصبة الخمس؟ لأنه هن كانوا خمس أشخاص، هو واحد منهم. عنا الأخوين الرحباني، عنا حليم الرومي، عنا توفيق الباشا وفي المون وهبي. هدفهم لهدول الخمسة كان الخروج عن الغناء الشائع لاكتشاف لون من الغناء المحلي المستمد من الفولكلور، باعتبار أن الفولكلور هو خامات فنية قابلة للتطور. من أعمالهم لهالخمسة ساهموا بامتداد إذاعة الشرق وإذاعة لبنان بالمواد الموسيقية والغنائية، دشنوا انطلاق الليالي اللبنانية الأولى مهرجانات بعلبك الدولية، حيث هناك انطلقت الأغنية اللي لحنها وغناها الكورس اللي هي طلوا حبابنا طلوا ونسم يا هوا بلادي. ألف زكي نصيف موسيقى أغنيات لفيروز، لصباح، لوديع الصافي، لماجد الرومي ولغيرهم كتير. درس بالكونسرفاتوار اللبناني الموسيقى، هو ما بينتمي لمدرسة الرحبنة الموسيقية اللي هي مزجت بين الأغنية الغربية الكلاسيكية بالطابع الشعبي اللبناني والنمط التقليدي القديم، بينما هو قام وأبقى على المواد القديمة بس بروح جديدة متزاوجة مع تقاليد الضيعة اللبنانية. من أهم ما بشد اللبنانيين من مؤلفاته اللي هي غنية راجع راجع يتعمر لبنان، اللي غناها خلال الحرب الأهلية اللي اعتبرت نشيد بدل على صمود لبنان بوجه الدمار، ما أثار استغراب العديد من الأشخاص الذين بيعتقدوا أنه زكي نصيف بطل فيه ينتج مواد جديدة لكبر سنه، إلا أنه هو ألف ألبوم كامل لفيروز وسميه فيروز تغني زكي نصيف من إنتاج صوت المشرق. هذه كانت أول شخصية معنا، منخبركن عن تاني شخصية اللي هو سامي كلارك. سامي كلارك أو سامي حبيقة هو موسيقي مغني مطرب موسيقار لبناني تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحد من أهم الفنانين اللبنانيين بخاصة بالأغنية الأجنبية. ولد سامي سنة 1948 وتوفي عن جديد سنة 2022 عن عمر 73 سنة إثر نوبة قلبية. غنى بعدة لغات من الفرنسية الإيطالية الأرمنية اليونانية الألمانية والروسية، أيضا شارك بغناء شارات بعض مسلسلات الكرتون من جراندايزر اللي غنى المقدمة والنهاية منها، وأيضا جزيرة الكنز إضافة لبعض الإعلانات. لدى سامي 712 أغنية عربية أجنبية ووطنية وخاصة بالأطفال وبالصلاة، أهم أمي تنرقص يا صبية وغيرهم كتير. جوائزه حصل عليها من عدة بلدان، من بلغاريا، من ألمانيا، من فرنسا، من اليونان ومن النمسا. بالسبعينات سخر خانة صوته للغناء العربي اللي أطلقته بقوة لسماء النجومية. هاو كان أخبارنا عن السلابريتيز لليوم، إن شاء الله يكونوا عجبوكم مشاهدينا. أنا كل مرة بوعدكم أن نكون عم جيب لكم أخبار مشاهيركم إن كان بلبنان بالعالم العربي أو بالعالم أجمع. وبعد هيدي الفقرة بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي جنرال نوليدج. بي جنرال نوليدج آخر الأخبار والتطورات بكون عم فيدكن فيها مشاهدينا لحتى تكونوا عم تعرفوا كل شيء عم بيصير جديد، ولحتى تكونوا أكيد عم تتثقفوا بذات الوقت. رح بلش أخبركن عن أول خبر اللي هو دراجة نارية متطورة عندها ميزات جديدة. هذه الدراجة هي إلكتريك سكوتر زينك إيكو بلس هيك اسمها، اللي هي بلشت السيتيز أو المناطق الكبيرة بلشوا يستعملوها. هيلا شخص فيكون عم يشتري هيدي السكوتر، بلشت تاخد حيز كبير مثل أخص شي مثل أمريكا. من هون لعشر سنين رح يصير الاعتماد عليها أكثر من الاعتماد على السيارات. هي إيكو فريندلي، صاحبة للبيئة، هي بتوفر البنزين، هي بتقلل خطر الحوادث، هي ما بتمشي على الزفت بل على الأرصفة. بمجرد نحن حطيناها على الزفت فهي لحالها بتعمل سويتش وبتوقف عن العمل. تاني خبر عنا عن بطء أدمغة البشر بسبب تقدمهم بالعمر. بيواجه الكثير من البشر صعوبات باستعادة الذكريات مع التقدم بالسن. بيعتقد الباحثون أن أدمغة كبار السن بتخصص مساحة أكبر للمعرفة اللي تراكمت على مر السنين. هناك المزيد من المواد اللي بتتنقل عند محاولة الوصول للذكريات،
وجدت الدراسة أنه كلما تقدمنا بالعمر كلما زادت صعوبة حجب المعلومات اللي ما بقى عندها صلة. كبار السن عندهم معرفة أكبر بالعالم، بيظهروا أداة ذاكرة أضعف بالعديد من المهام مقارنة بالشباب وبالصغار بالعمر. كبار السن أيضا بيفرجوا إبداع محفوظا ببعض الأحيان مثل وظيفة الذكريات الغنية. ثالث خبر عنا عن علماء الآثار بيكتشفوا طبلة أثرية عمرها 5000 سنة ببريطانيا. هذه القطعة اللي أطلقوا عليها علماء الآثار اسم طبلة بيرتون، اللي هي عبارة عن تمثال طباشير من الطبشور تم تزيينه بزخارف مشابهة للأسلوب الفني. تم اكتشاف هذه الطبلة بجانب دفن ل3 أطفال. تم الترحيب أكيد بالطبلة ليكون هذا اكتشاف مهم نظرا لتشابهها مع مجموعة من الأشياء الموجودة بمجموعة المتحف البريطاني. أيضا عنا خبر اللي هو أيضا عثر على براميل. هاو البراميل هن 3 أسطوانات على شكل برميل، مصنوعين أكيد كمان من الطباشير أو الطبشور، مدفونين كمان، وجدوا مدفونين بجانب رفات طفل. هدول البراميل هن جزء من مجموعة المتحف البريطاني، هن من الأشياء القديمة الأكثر شهرة وغموضة اللي تم اكتشافها ببريطانيا. خبرنا الرابع هو نجاح زرع عين إلكترونية تمنح أكيد الملايين من العالم أمل باستعادة البصر. حقق فريق من الباحثين الأستراليين اختراعا علميا حديثا بتقنية عن إلكترونية يمكنها أن تمنح القدرة على البصر للملايين يلي بيعانوا من شكل من أشكال ضعف البصر. قاموا بهذه التجربة أكيد بالأول على الأغنام، لمنحتهم هذه التقنية الحديثة للأغنام بصرا حادا كتير بشكل استثنائي باستخدام هذه العيون الآلية اللي تم زرعها جراحيا خلف شبكات العين. بنكمل مع خبرنا الأخير اللي هو أعلنت السلطات أنه أول قارب طائر بيشتغل على الهيدروجين أطلق بالعالم. هذا القارب يلي فيه يرتفع 3 أقدام فوق سطح الماء رح يتم بنائه بدبي العام المقبل، يطلق عليه اسم دجات. بيتم تشغيله بواسطة خليتين من وقود الهيدروجين، ما بينتج عنه أي انبعاثات لأنها بتبحر بسلاسة فوق الأمواج بصمت. بيستخدم هذا القارب أيضا تقنية القارب المائي، وهي شفرات بتشبه الأجنحة. أسفل الهيئة هو تقطع المياه أثناء تسريع القارب مما يؤدي لارتفاعه. هذا القارب رح يجي بطول 32 قدم ووزنه 6 أطنان، رح يكون قادر أنه يكون ينقل ما يقارب 12 راكب بالإضافة للسائق فوق المياه. أكيد بسرعة إبحار بتوصل ل40 عقدة أو 46 ميلا بالساعة. دجات هو أول قارب يبحر بلا ضوضاء أو أمواج أو انبعاثات، عنده القدرة أنه يكون عم بطير 80 سنتيمتر فوق الماء. مشاهدينا هاو كانوا معلوماتنا لليوم وآخر التطورات يلي خبرناكم عنهم. أنا أكيد بوعدكم كل مرة كون عم جيب لكم معلومات وآخر التطورات بكل فقرة. من بعد هيدي الفقرة بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي Around the World. بي Around the World أول خبر عنا اللي هو إضاءة العلم اللبناني على برج خليفة بدبي بعد ما توج المنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية لكرة السلة على أراضيها بنهاية بطولة العرب. تاني خبر عنا مركبة فضائية بتهبط بمتحف المستقبل بدبي. هذا المتحف اللي يتعمر عن جديد وهو موعد افتتاحه لهذا المتحف في دبي هو ب22 شباط. هبطت طائرة غربية الشكل أشبه بسفينة فضائية داخل هذا المبنى لتحول لأيقونة بالفنون المعمارية والتصميم والإبداع الهندسي على مستوى مش بس المنطقة بل العالم. بداخل هذا المتحف بتبلش رحلة عميقة باتجاه استكشاف عوالم جديدة بتمثل متحف المستقبل، وبتعرض لنا جوانب مختلفة لمستقبل الإنسانية وأهم التقنيات اللي بتنظر لها البشرية بالعقود المقبلة، ومركز أكيد فكري للعالم من نوع جديد. هذا المعرض بيضم 5 معارض بقلبه أو 5 أجزاء. عنا المعرض الأول عنوانه الأمل،
الأمل نكون عم نستعيد الذاكرة بمشروع مسبار الأمل اللي حقق إنجاز بعمليات استكشاف الفضاء. تاني معرض هو إعادة تأهيل الطبيعة يلي هو بيئة بتوظف محاكاة الواقع باستخدام معينات الحمض النووي واستدامة البيئة. أما ثالث معرض بعنوان الواحة يلي فيه تحفيز للحواس الخمسة وجواته بيبتعد العالم عن كل شيء عوامل خارجية. أما رابع معرض باسم أبطال المستقبل يلي هذا المعرض كان عنده حيز للأطفال بحفز عقول الأطفال دون ال10 سنوات ليكون عم بحفز لهم عقولهم ليكتشفوا أمور جديدة عن أنفسهم وعن العالم اللي حواليهم. أما آخر معرض بداخله هو المعرض الخامس يلي مسمى بمستقبل اليوم، فيه أكثر من 50 عارضا لشركات رائدة وجامعات ومصممين بيرسموا ملامح المستقبل، مقدمين نظرة عامة عما يمكن أن تحمله لإلنا السنوات ال10 الجديدة. هذا كان متحف المستقبل بدبي يلي رح يتم افتتاحه ب22 شباط. لكل حدا بدبي أو مسافر على دبي بنصحكم تكونوا عم تزوروا هذا المتحف. وبعد هذا المتحف خلينا نروح ببرمي أنا وياكم على بلد الهند. الهند بلد بجنوب آسيا، هو يعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، سابع أكبر دولة من حيث المساحة الديمقراطية الأكثر اكتظاظا بالسكان بالعالم. أما العاصمة فهي نيودلهي، اللغة هي الهندية والإنجليزية، أما العملة فهي روبية هندية، وفيها أقدم أكيد المتحفات الوزية. يعرف المجتمع الهندي التقليدي بالتسلسل التقليدي الاجتماعي يلي بيجسد نظام الطبقات الهندية، الكثير من التقسيم الطبقي الاجتماعي والعديد من القيود الاجتماعية. بالنسبة للزواج، زواج الأطفال شائع لا سيما بالمناطق الريفية. تزوجت العديد من النساء قبل حتى ما يبلغوا سن ال 18 سنة، يلي هو ال 18 سنة سن قانوني عندهم للزواج. بالنسبة للملابس، الزي التقليدي للنساء هو شكل الساري، قطعة واحدة طويلة من القماش طولها 6 يارات، عرضها بيمتد على الجزء السفلي للجسم. هذا الساري مربوط حول الخصر معقد من أحد طرفيه، ملفوف حول الجزء السفلي من الجسم ثم من فوق الكتف. أما بالنسبة للرجال فاللباس هو قطعة قماش مماثلة للنساء بس هي أقصر. بالنسبة للمعالم السياحية اللي هنروح على أول معلم سياحي اللي هو تاج محل. تاج محل هو بناء ضخم تحفة معمارية مدهشة، بيعتبر الكثيرون المبنى الأجمل بالعالم، بناء الشاه جاها ليضم رفات زوجته الثالثة ضمن قبره من بعد وفاته. بالنسبة لسيتي بالاس أو قصر المدينة اللي هو مجمع كبير بضم العديد من البابين الحدائق الساحات اللي تعود لحقبة تاريخية مختلفة. بالنسبة لهامبي فيليج اللي هي قرية هامبي، هي قرية أثرية تعتبر من أهم المعالم التاريخية بالبلاد يلي مثلت قديما عاصمة إحدى أعظم الإمبراطوريات الهندوسية بالهند، وما زالت العديد من معالمها قائمة حتى اليوم من النصب التذكاري. بالنسبة لجيت أواي أوف إنديا يلي هي بوابة الهند، هي إحدى أشهر المعالم التاريخية اللي تعد كمان نصبا تاريخيا كون المكان اللي عادت منه آخر القوات البريطانية بنهاية الفترة الاستعمارية. ظهر بتصميم هذه البوابة كل من الطراز المعماري الروماني الإسلامي والهندي أيضا. وآخر معلم سياحي عنا يلي هو حسن العنبر، يلي هو مجمع بيشمل على 4 أقسام رئيسية بضم كل منها فناء كبير والعديد من المباني المبنية من الحجر الرملي الأصفر، الوردي الفاتح والرخام الأبيض. هاي كانت الراوند وورد مشاهدينا اليوم يلي برمنا فيها على عدة، برمنا فيها على دبي وبرمنا فيها على الهند. من بعد هالفقرة كل مرة مشاهدينا عودكم كن عم بعطيكم تيبس من أشخاص مختصين بمجالات معينة حتى أنت وأنا نستفيد منها بالذات الوقت. أما اليوم تيبس رح ناخدهم عن التغذية أو النوتريشن مع أخصائية التغذية نانسي ريحاني. خلينا نشوف بهذا الفيديو. بفقرة النصايح اليوم رح نحكي عن كيف نحافظ على صحة الشعر،
وهذه نصايح مخصصة لكم يا صبايا، بما انه نحن كلنا بنحب انه يكون عندنا شعر طويل، شعر صحي مش مقصف وصحته جيدة. سو نحن وين بنلاقي العناصر الغذائية المهمة لحتى نكون عم ناخدها بنظامنا الغذائي ولحتى نحافظ على صحة شعرنا؟ في عنا تقريبا 4 عناصر غذائية كتير مهم انه نكون عم ناخدها بنظامنا الغذائي بشكل يومي لحتى نكون عم نحافظ على شعرنا. اولا عنا البروتين، ثانيا عنا الكالسيوم، ثالثا عنا الفيتامين دي، ورابعا عنا الاوميجا 3. خلينا نتفصل بكل نوع من هالانواع. بس نحكي بروتين بنحكي دجاج، لحمة، سمك، بيض، البان اجبان، وبقوليات يعني حبوب، فاصوليا، عدس، حمص. سو نحن كتير مهم انه نكون عم ناخد تقريبا على كل وجبة نوع من انواع البروتين لحتى نكون عم نحافظ اولا على صحتنا، ثانيا على كتلتنا العضلية، وثالثا على صحة الشعر. كتير مهم لما نختار البروتين نكون عم نختار اللين بروتين، يعني البروتين اللي هن خاليين من الدهون المشبعة. يعني انا بس كن عم نقي مثلا الدجاج بفضل اختار السفينة على انه اختار الجوانح، سو بكون عم نقي اللين بروتين. ليش البروتين مهم؟ لانه بصلات الشعر هي مؤلفة من البروتين، سو انا اذا عندي نقص بالبروتين يعني انا بكون عم ضر كمان شعري. تاني شي في عنا الكالسيوم، الكالسيوم اللي هو موجود بالحليب وبمشتقات الحليب كمان كتير مهم لصحة الشعر. سو فيني يكون عم باخد كوب من الحليب بالنهار، فيني يكون عم باخد اجبان او قلبان حتى اكون عم بحصل على كمية كالسيوم. تالتا عنا الفيتامين دي، الفيتامين دي انا فيني احصل عليه بشكل طبيعي من خلال تعرضي المباشر لأشعة الشمس، سو انا بس كنت عم باخد فيتامين دي كمان بكون عم عزز صحة شعري. وبلاقي الفيتامين دي ببعض انواع الاطعمة، وفيني كون عم باخد الفيتامين دي على شكل مكملات غذائية اذا عندي نقص. اذا ما عندي نقص ما بيحبذ انه كون عم باخد فيتامين دي على شكل سبليمنتس. سو هون كتير مهم انه نكون عم نراجع مع الطبيب لحتى هو يقلنا اذا نحن عنا نقص فيتامين دي او لا، اكيد من بعد ما نكون عملنا الفحوصات اللازمة. هلا الاوميجا 3 اللي هو نوع من انواع الزيوت، انا الاوميجا 3 جسمي ما بيصنعه بشكل طبيعي، سو انا لازم اكون عم باخذ الاوميجا 3 من خلال الاطعمه اللي انا عم بتناولها او من خلال المكملات الغذائيه. كمان مهم انه ما اتخطى الكميه المناسبه من الاوميجا 3 لانه كل شيء زاد بالمعنى نقص. وين بلاقي الأوميجا 3؟ بأنواع معينة من الأسماك مثلا السردين، بأنواع من البذور، من المكسرات. سو هول كمان كتير مهم انه كن عم باخدهم. السمك فيني كن عم باخده مرة لمرتين بالجمعة، او المكسرات فيني كن عم باخدها بشكل سناكس على بين الوجبات حتى كون عم زيد من الأوميجا 3 خلال النهار. هلا كتير مهم انه ننوه على شغلة، اوقات المشاكل اللي بيتعرض لها الشعر بيكون اسبابها مرضيه او اسبابها متعلقه بنقص معين، بركي نقص بالفيتامينات، نقص بالمعادن، فقر دم، مشاكل بالغده. فهون كتير مهم انه قبل ما انا بلش انتبه على اكلي لازم اكون عم بعمل فحوصات معينه اكيد بالاستشاره مع الطبيب، يكون عم بيقول لي شو هي الفحوصات اللي لازم اعملها، شو هي الاشياء اللي لازم ركز عليها، ومن بعدها اكيد كون عم ظبط نظامي الغذائي. نتشكر أخصائية التغذية نانسي ريحاني على كل هالمعلومات المفيدة. مشاهدينا جربوا استفيدوا منهم أنتوا وأنا بنفس الوقت. ريكاب عن شو كانت حلقتنا اليوم بفقرة هوب، أخذنا أمل من أول عارضة أزياء بتضمها فيكتوريا سيكريت لإلها وهي من متلازمة داون. بفقرة سيلبرتيز عنا كان فوز منتخب لبنان بالكرة السلة، عنا لمحة عن حياة زكي نصيف ولمحة عن حياة سامي كلارك. بالنسبة للجنرال نوليدج كان عنا دراجة نارية متطورة، كان عنا بطء أدمغة الإنسان مع التقدم بالعمر وشفنا ليش، عنا اكتشاف طبلة بتعود لخمسة آلاف سنة لورا، عنا اكتشاف أيضا براميل قديمة، عنا نجاح زراعة عين إلكترونية، وعنا أول قارب طائر بيشتغل على الهيدروجين. بالنسبة لأراوند ذا وورلد عنا إضاءة برج خليفة بدبي فور نجاح المنتخب اللبناني بكرة السلة،
عنا متحف المستقبل بدبي اللي حيتم افتتاحه 22 شباط، ورحنا ببرمي على الهند، واخر شيء عنا تيبس مع اخصائيه التغذيه نانسي ريحاني. مشاهدينا كونوا اذكياء بالامل، كونوا اوفياء وحافظوا على الامل وتمسكوا فيه، لان انتم مجرد اخترتوا الامل كل شيء ممكن. هاي كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا اكيد بشوفكم بحلقات لاحقه من هلا وقتها. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.